تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تتواصل فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي، والذي تعقده وزارة التضامن بالشراكة مع جامعة الدول العربية واليونيسف. المزيد من المتابعة حول المؤتمر الإقليمي الأول حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي رصدها لنا مراسل دي أم سي محمد رياض. أهلا بكم، كل التحية. وزارة التضامن الاجتماعي بتطلق مؤتمرها الإقليمي الأول تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول سياسة الرعاية الاجتماعية والأمن، تحقيق الأمن الاجتماعي. الحقيقة المؤتمر ده بالتعاون والشراكة مع جامعة الدول العربية وأيضا منظمة اليونيسيف، أيضا بيحضروا عدد من منظمات المجتمع المدني، عدد كبير من وزراء المعنيين بالشؤون الاجتماعية في عدد من الدول العربية، وأيضا خبراء من الدول الأوروبية والإفريقية جاءوا لحضور هذا المؤتمر اللي هنتعرف على تفاصيل أكتر من خلال الدكتور سمير الفقي رئيس وحدة المعرفة والبحوث بوزارة التضامن الاجتماعي. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. الحقيقة مؤتمر في منتهى الأهمية وجاي في توقيت مهم جدا، عدد كبير من الدول بتهتم بالرعاية الاجتماعية وتنظيم الرؤى وأيضا تبادل الرؤى حول هذا الدعم. أهمية هذا التوقيت يا فندم، وماذا ستقول وزارة التضامن الاجتماعي في هذا المؤتمر؟ خلينا أقول لحضرتك أن المؤتمر بيأتي في ظل فعلا أحداث متصارعة زي ما حضرتك قلت، وأخرها يعني بداية بين كوفيد-19 ثم الحرب الأوكرانية الروسية وتأثيرها على الاقتصاد، وبالتالي بيأثر على الفئات الأولى بالرعاية. ومن هنا جه المؤتمر اللي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية على مدار يومين. المؤتمر بيشارك فيه عدد من أو بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة اليونيسيف. كمان عندنا مشارك في المؤتمر منظمات مجتمع مدني والخبراء والمتخصصين في المجال الخاص بسياسات الرعاية الاجتماعية. كمان بيتناول جزء خاص بالرعاية البديلة والأسر الكافلة وكيفية تقديم أفضل خدمات لأولادنا كريم النسب أو حتى الأطفال المعرضين للخطر. وسياسات الرعاية كمان مش قاصرة بس على الأطفال، لكن بتكلم على الشباب والمرأة و كبار السن وأيضا ذوي الهمم. كمان في جلسة خاصة عن مقدمي العمل الاجتماعي وكيفية تطوير أدائهم وتفاصيلهم. أيضا بيضم في طياته جلسة خاصة بالأسر الكافلة والرعاية البديلة وكيفية تأثير هذه العوامل كلها على تحقيق الأمن الاجتماعي بأبعاده المختلفة. دكتور، يعني الهدف من المؤتمر تبادل الرؤى حول هذه السياسات، كيف يمكن تطبيق ما سوف يفرز عن هذا المؤتمر على أرض الواقع بما يخدم المواطنين والحماية المجتمعية والتنمية المستدامة في المجتمع؟ خلينا أقول لحضرتك أن احنا بالفعل عندنا استراتيجيات ورؤى خاصة بسياسات الرعاية الاجتماعية والحماية أيضا، لكن التوصيات الخاصة بالمؤتمر إن شاء الله هنخرج بيها والتجارب بالدول المختلفة في لجنة متخصصة هيتم دراسة هذه التوصيات وتنفيذها على الأرض بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الفترة اللي جاية. شكرك يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك. إذا هناك اهتمام كبير بدعم السياسات المجتمعية لحماية المواطنين، خاصة في هذا التوقيت الحرج الذي يعاني منه عدد كبير جدا من الدول العربية، فكان لابد من هذا المؤتمر لدعم سياسات الأمن الاجتماعي والتنمية المستدامة في المجتمع المصري وغيرها من المجتمعات. عودة إليكم مرة أخرى.